السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير. كبسولة القوة الأسطورية للرجال. لو حضرتك عندك إجهاد، عندك تعب، عندك إرهاق، ملكش نفس تمارس أنشطة حياتك اليومية وعلى رأسها الحقوق الشرعية، فأنا أرشح لحضرتك كبسولة القوة الأسطورية. كبسولة القوة الأسطورية اللي هي الكافيجين، كافيجين كبسول للرجال، كافيجين كبسول للرجال لزيادة الأنشطة الحيوية للرجال. هذه الكبسولة بتحتوي على بطارخ الأسماك المجفدة إضافة إلى خلاصة أوراق الجينكو بيلوبا. وأنا عودت حضراتكم أول ما نسمع دواء في خلاصة أوراق الجينكو بيلوبا أو الجينسنج يكون محظور تماما على مرضى الضغط المرتفع، كذلك محظورين على المرضى اللي عندهم حساسية من هذه المكونات. دي قاعدة ذهبية. طيب جرعته ايه الكافيجين او كبسولة القوة الاسطورية للرجال؟ كبسولة 3 مرات يوميا بعد الاكل من شهر لشهر ونص حتى تحصل على النتائج المرغوبة. فانا النهارده مش هاخد كبسوله مثلا مره او اتنين وانتظر نتائج، لا، هي مش فياجرا بتاعت وقتها، لا، هي مكمل غذائي عام يمد الجسم بالطاقه والحيويه. طب انا عايز اعمل مع دي كورس كده صغير لمده شهر او شهر ونص يمشي معاها، هيزود الوظائف الحيويه في الجسم وهيديني طاقه وهيديني نشاط وهيخليني أحب أو هيزود الرغبة لأداء الواجبات الشرعية. قلنا دي كبسولة 3 مرات بعد الأكل شهر لشهر ونص. هناخد كبسولة رويال جيلي 1000 بعد الإفطار يوميا، كبسولة رويال جيلي 1000 بعد الإفطار يوميا، ودي سعرها 45 جنيه. تمام؟ ثالث حاجة هاخد زنك، الهام جدا لعمليات الذكورة في الجسم وهام للشعر وهام للبشرة وهام للبروستاتا. الزنك مهم جدا اهو، هاخد الزنك من اوكتو زنك، كبسولة 2 يوميا لمدة شهر او شهر ونص، يبقى الكورس كله من شهر لشهر ونص. الاوكتو زنك العلبة 20 كبسولة ب5 جنيه وربع. تمام، ده الكورس كاملا، وسأذكره لحضراتكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق. بعد الكورس ده اللي هو شهر أو شهر ونص، راقب الوظائف الحيوية والنشاط والرغبة في ممارسة جميع الأنشطة الحيوية على رأسها الواجبات الشرعية. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجت أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.